الركنيه تتنفذ من مير الحنيش. اختير العمليه صلاح الشيخ الهدف الثالث لصالح النادي الرياضي الشيخ سيف عن طريق اسامه العمدوني. الهدف الثالث لصالح النادي الرياضي الشيخ سيف عن طريق اسامه العمدوني. هي ثقافة الانتصارات. هذا النادي الرياضي الشيخ سيف في هذه المباراة كينغستي سوكاري وطويلة في اتجاه حمزة المثلوثي ذكية في 18 متر. ما زالت العملية مش ممكن، مش ما نجم ما نوصفش أكثر من هكا.